البوسنة والهرسك، إيطاليا، الدور أمم أوروبا الجولة السادسة، وشاهدنا كيفاش إيطاليا وين أندريا وين سجل الهدف في الدقيقة 22 في الشوط الأول اللي انتهى الشوط الأول بهدف لصفر. شاهدنا كيفاش البوسنة والهرسك وين لعب بقوة من أجل العودة في النتيجة، خاصة في الشوط الأول وين نقولوا دوفان الذي سجل الذي ضيع هدف، يعني نقولوا ضيع هدف في الشوط الأول. شاهدنا كيفاش كانت المباراة وين نقولوا باللي إيطاليا وين لعب مباراة بخطة تقليدية 4-4-2، البوسنة والهرسك وين لعب خطة 3-5-2. يعني شاهدنا كيفاش الشوط الأول اللي انتهى بهدف لصفر من صالح وين أندريا سجل الهدف في الدقيقة 22. شاهدنا كيفاش كانت نقولوا البوسنة والهرسك وين دخل كينان اللي دخل في الحراسة، دانيس سيانيس أدفين. شاهدنا كيفاش عامر جوجاك رادي جوكون بنجامين تاتار اسماعيل، يعني وين هادو اللاعبين وين نقولوا بلي ضيعوا نقولوا ضيعوا، خاصة وين تاتار اللي ضيع هدف كان نقولوا بلي كان محقق في الدقيقة 60. يعني شاهدنا دومينيك واللي سجل الهدف لصالح إيطاليا في الدقيقة 68، يعني كانت نقولوا بلي إيطاليا. شاهدنا كيفاش ليساندرو في اللي خرج في الشوط الثاني دخل مكانه جوفانتي، يعني وين دخل في الدقيقة 46 فرانسيسكو ليساندرو الميرسون. شاهدنا كيفاش جورجينيو مانويل دومينيكو أندريا المسجل الهدف، لورانزو كذلك الذي سجل وهو مهاجم. يعني كانت مباراة كانت شيقة، مباراة شاهدنا فيها شوط أول أهداف، شوط ثاني كذلك وين كانوا أهداف. يعني كانت مباراة في القمة، مباراة نقولوا باللي كل مدرب وعمل، خاصة وين البوسنة والهرسك وين حاولوا وين المباراة تاع نتيجة الذهاب وين انتهت هدف لهدف. شاهدنا كيفاش في هذه المباراة وين نقولوا باللي مباراة كانت في القمة، مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف الشوط الأول أهداف الشوط الثاني، يعني خاصة وين الأهداف في وقت حساس وين دقيقة 62 أندريا و 22 أندريا في الشوط الأول، دومينيكو في دقيقة 68، البوسنة والهرسك وين رمى بكل ثقله من أجل العودة في النتيجة. هذه الجولة السادسة، البوسنة والهرسك ينهزم أمام إيطاليا في الدور أمم أوروبا. صحيح.